Look how far we've come. In the last 20 years, this planet has been unified in a way that's unprecedented in human. شنو هالقلة الأدب؟ ما تشوفيني متابعة فيلم؟ ايش حق تغيرينه؟ يعني لازم اسوي شيء غلط عشان تتكلمين معي؟ ما ابي اتكلم معك، انت حمدي ربك انا للحين متحملتك ببيتي، لو مو كادي كان انت من زمان مطروده بالشارع. زين فيها الخير كادي، على الاقل عندها قلب يسامح ويغفر. لا تنرفزيني، لا اصكك بالرموت على مخك، لان كل اللي صار لي من ورا راسك. كل اللي صار قضاء الله وقدره، ولا بتعترضين على حكمة الله بعد؟ ونعمة بالله وما اعترض على قضاء الله وقدره، لكن من دخلتي حياتي اعتفست فوق تحت. أنا قاعدة معاك بالبيت مجابلتك 24 ساعة، وماني عارفة أتحرك، وما أدري لمتى بظل هني ومتى بمشي. إذا مطايقتني على الأقل جامليني. ليش إن شاء الله؟ ليش أجاملك على حساب نفسي؟ لا حبيبتي، أصلاً أنا مستحيل أكمل باقي حياتي معك. تدرين أنا لو أقطتك الحين بالشارع ما حد راح يتوهق غيرك، لأن ما حد يبيك. طول ما ربك موجود ما راح أحتاج لحد. أنا غلطانة إني أكلمك أصلاً. يلا ناقصتك أنا بعد.